بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فيقول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين، قال الإمام البابرتي رحمه الله: قوله، أي قول الإمام الطحاوي رحمه الله، خالق بلا حاجة، يعني الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يخلق ربوبية، يعني يخلق لأنه أراد أن يخلق، لا يخلق لحاجة تعود إليه أبدا. والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم، لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. فالله عز وجل خلق جميع المخلوقات، لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يخلق، لأنه فعال لما يريد، لا لحاجة، لأن الله سبحانه وتعالى ذا الكمال لا يكمل، لأن الكامل لا يكمل سبحانه وتعالى. نعم، لذلك هذا مهم، هذا سؤال كثير ما يسأله الناس، يقولون يعني لماذا الله خلقنا؟ أولا، إذا كنت تسأل لماذا فعل الإله فهذا ليس لك، لأن الله عز وجل إله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيسألون لماذا خلق الله؟ نقول لأنه فعال لما يريد، لا لحاجة أبدا، لأنه أراد أن يخلق. لا شك أن الله سبحانه وتعالى له حكم في الخلق، لكن ليس له حاجة، له حكم. وممكن نحن أن ندرك كثيرا من الحكم، ويمكن أن تخفى علينا كثير من الحكم، نعم، ولكن ليس لحاجة. الذي ندركه يقينا، لأن الله غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فنحن ندرك شيئا من الحكم ويخفى علينا شيء من الحكم، ولكن الذي نعلمه يقينا أنه لم يخلق لحاجة تعود إليه سبحانه وتعالى. نعم، خالق بلا حاجة. إيه؟ كيف نفهم آية لا يسأل عما يفعل لكم يسألون؟ في آية أخرى إلا لتعبدون، أي لتعرفون، يعني يقولون فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي بعضهم يقول إلا ليعرفون، يعني الإنسان يجب عليه أن يسأل بعض الأشياء ليعرف. يعني يسأل الله، يسأل يعني يسأل في الكائنات بعض الأشياء، هذا يكون تمام. يعني نحن يجب علينا أن نعرف الله. نعم. تمام. وحتى نعرف الله لابد أن نسأل عن بعض الأشياء. نعم. تمام. من سنسأل؟ يعني كيف استدللت بهذا الكلام على أن الله يسأل؟ مثلا لماذا خلق الله؟ هل يكون هذا معرفة أم لا؟ سيدي، هنا معنى لا يسأل عما يفعل، أي لا يحاسب عما يفعل. من يحاسبه؟ تمام. فالله عز وجل هنا لا يسأل لما فعل، لأنه إله، لأن السائل ينبغي أن يكون أعظم من المسؤول. بهذا المعنى الذي نقول، من أنا أقول لك أنا مدير، تمام،
أنت أستاذ، فأنا أسألك لما فعلت، أنت مسؤول. الله عز وجل قال وقفوهم إنهم مسؤولون. بهذا المعنى من الذي يسأل ينبغي أن يكون أعظم من المسؤول؟ فالله عز وجل كل الخلائق، ما معنى هذا الكلام؟ كل الخلائق ملكه وعباده، ولا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، فكيف يسألون الله؟ ما عندهم القدرة ولا الإمكانية ولا شيء أن يسألوا الله عز وجل. بهذا المعنى الله لا يسأل. أما بمعنى التعلم هذا شيء آخر. بمعنى التعلم كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الله يعلمهم، هذا ما في مشكلة، هذا ما في مشكلة. ليس المعنى لا يسأل عما يفعل، أما هذا السؤال للتعليم ما في مشكلة، لأن الله عز وجل يعلم عباده إما ابتداء وإما بعد سؤال. ولذلك القرآن كان إما ينزل ابتداء بدون سبب نزول، وإما كان تأتي حادثة يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله ليس عنده جواب. لماذا؟ لأن الرسول علمه من عند الله، علم رسول الله ليس علما ذاتيا، لا يوجد شيء ذاتي في الوجود إلا لله أبدا، نحن توحيدنا خالص. كل الخلائق استمدادها من الله، لا يوجد شيء ذاتي، لا للملائكة ولا للرسل ولا لأحد، كله كان عدما، كله كان عدما، لا يوجد لأحد شيء ذاتي إلا لله. الله وجوده ذاتي، صفاته ذاتية، ليست مستمدة من شيء، بل هي واجبة ذاتية. أما غيره، حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان عدما ولا يعلم إلا ما علمه الله، والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذا كان الله عز وجل يسأل، ورد كثيرا أن موسى هو كليم الله، كان إذا سئل سؤالا كان يسأل الله والله يجيبه، ما في مشكلة. هنا يسأل بهذا المعنى، أما لا يسأل عما يفعل بمعنى ماذا؟ لا يحاسب، لما فعلت كذا؟ أعوذ بالله. من قال، يقول الطحاوي سيأتي معنا، من قال لما فعل فقد كفر. تمام؟ فهنا لا يسأل، أحسنت. ينبغي يوجد جهات منفكة، من جهة إذا سألنا استعلاما يجوز، أما إذا سألنا محاسبة، كثير من الناس استغفر الله يسأل بالمعنى الذي لا يجوز. الله يقول الله يعلم أني لا أريد أن أؤمن، لماذا خلقني؟ هنا هذا السؤال الذي لا يسأل عما يفعل، لما خلقتني؟ أنا لا أريد. مثل الشاعر يقول لبست ثوب العيش لم أستشر، يعني الله ما استشارني. هكذا الشاعر عمر الخيام فارسي هذا يقول لبست ثوب العيش لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنضف ثوب عني، ولم أدري لماذا جئت، أين المفر. هذا لا يجوز، لا يجوز هذا. نعم، الله خالق بلا حاجة، إذ الحاجة نقص، يفتقر المحتاج إلى دفعها، إلى دفع هذه الحاجة، والله هو الغني المطلق. نعم، فلا يكون له حاجة في فعله. أسيادنا، أنا قلت لكم قاعدة وأذكركم بها دائما، لا تنسوها أبدا بإذن الله، لا تضلوا. هذه قاعدة، كلمتان،
لكن فيها يمكن نصف التوحيد. كل أفعال الله جائزة، كل صفات الله واجبة. هذا يجمع لك كثيرا من قواعد التوحيد. كل أفعال الله جائزة، يستوي أن يفعل أو أن لا يفعل. يعني العالم، وجود العالم ليس ضروريا، الله عز وجل لو شاء أوجده ولو شاء ما أوجده. كل أفعال الله عز وجل جائزة. كل صفات الله واجبة. ما معنى واجبة؟ لا يقبل العقل عدمها، بمعنى لا توجد صفة، لا توجد صفة تحدث لله أبدا، لأن ما حدث كان عدما، والذي كان عدما ثم وجد هذا من الجائزات. فأبدا لا يوجد صفة إلا وهي واجبة لله عز وجل. ثم نقول الواجب لا تتعلق به القدرة والإرادة. فنقول صفة الكلام مثلا في الله واجبة، واجبة، إذن لا تتعلق بها الإرادة. فلذلك عندما يقول المجسمة الله متى شاء تكلم ومتى شاء سكت، هذا باطل. متى شاء تكلم، هكذا يقول المجسمة، المجسمة هكذا يقولون. ابن أبي العز ينقل كلام ابن تيمية، هو شرح الطحاوية، لكن في الحقيقة هو نقل كل كلام ابن تيمية ووضعه في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. انتبهوا، هو حنفي ولكن مجسمها، انتبهوا، نعم مجسم تماما. حتى أظن رأيت أنا في إسماعيل آغا من ألف كتابا عن كتابه، فقالوا جسم 70 مرة. هنا في إسماعيل آغا رأيت من الإخوة من تتبع كلامه فتابعوا ما كتب في شرح الطحاوية وكم جسم. المهم، فهؤلاء يقولون متى شاء، في صفات الله لا يوجد متى شاء. كأنك تقول متى شاء الله كان قادرا ومتى شاء، إذا قلت متى شاء الله كان قادرا كأنك تقول إذن لو شاء يكون عاجزا، وهذا العقل لا يقبله. نعم، فلا يكون له حاجة في فعله. قال الله تعالى إن الله لغني عن العالمين. فإن قيل قد جاء الخلق معللا في القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا لي وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. لاحظ، لي يوجد تعليل في أفعال الله. فكيف إذن تقولون هل هذا ينافي أن الله يخلق لا لحاجة؟ هو يقول ها لي خلقت كذا لكذا، فإذن يوجد تعليل، كيف تقولون لا يوجد حاجة؟ فإن قيل قد جاء الخلق معللا في القرآن، مثل قوله تعالى نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فدل أنهم خلقوا للعبادة. إذن هل هذا يدل أن الله يحتاج للعبادة؟ نعم. ما هو الجواب؟ قلنا تأويله إلا لآمرهم بعبادتي. اسمع الآن، والله هذه الحقيقة والقصة. الله أراد أن يخلق خلقا ويكرمه. انظروا إخواننا، الله عز وجل أراد أن يخلق خلقا وأن يكرمه، أراد أن يخلق خلقا وأن يأمرهم بعبادته سنوات، ثم يعطيهم هذه الحكاية. إخواننا، أراد الله عز وجل أن يخلق خلقا وأن يكرمه،
تمام؟ نعم، هذا الذي سيقوله الإمام البابورتي الآن. نعم، قلنا تأويله: ما خلقت الجن والإنس، لاحظها، ما قال إلا ليعبدون، إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي ثم أثيبهم على الطاعة وترك المعصية. إذن فكان الخلق لحاجة المكلفين لا لحاجته. الخلق إذن لمن؟ لو الله ما خلق هذا الخلق ولا عبدوه، ماذا ينقص في الله عز وجل؟ لا ينقص شيء. لكن لو عبدوه وأثابهم، فهل هم يحتاجون لهذا الثواب؟ نعم، يحتاجون لهذا الثواب. إذن الله عز وجل بالنسبة إليه لا حاجة له في هذا الخلق. نعم، إذ النفع عائد إليهم وهو لا يتضرر بترك ذلك، كما في الحديث القدسي تعرفونه، الله عز وجل يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني كأن الله يقول: افهموا، أنا خلقتكم من أجل أن أكرمكم، انتبه، الله لا يحتاج لعبادتك. فالإنسان يقول: أنا أريد أن أكفر. يا أخي، أنت تؤذي نفسك. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولم تبلغوا ضري فتضروني. لذلك ينبغي أن ينتبه الإنسان. يا أخي، فكر بعقلك، لك خالق أمرك بهذا من أجل مصلحتك، فالإنسان يكفر ويهلك نفسه، والله عز وجل لا يضره ذلك شيئا. نعم، قال: وإنما حمل على ذلك، ما على ذلك؟ قال: أوله، بماذا أوله؟ إلا لآمرهم بعبادتي. قال: وإنما حمل على ذلك، أي ذلك هنا اسم الإشارة على ماذا يعود؟ أي: إلا لآمرهم بعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حملناه، يعني فسرناه أو أولناه بقولنا: إلا لآمرهم بعبادتي. لماذا جنحنا إلى هذا التأويل؟ لماذا؟ قال: لئلا يلزم الخلف. لأن لو أولناه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، طيب نحن نعلم أن كثيرا من الناس ما عبد الله، فلو الله أراد أن يعبدوه يجب أن يعبدوا، مستحيل، لو أراد الله شيئا مستحيل ألا يحصل. فلو الله قال: أنا خلقت الناس وأردت أن يعبدوني، لو أولنا هذا الكلام كان يلزم الخلف في كلام الله، لأن كثيرا من الناس أراد الله أن يعبدوا وما عبدوا، وهذا مستحيل. لكن: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم، والله أمر الكل، الله أمرهم. أما لو قال: إلا ليعبدون ثم ما عبدوا، يكون تخلف ما يريده الله، وهذا مستحيل. نحن نعلم ما هو: كل ما أراده الله يكون، وكل ما يكون أراده الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حديث هذا: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أبدا، قلنا نحن من قبل، بينت لكم، الله عز وجل يأمر ويريد، ولا يأمر ولا يريد، ويأمر ولا يريد، ويريد ولا يأمر، صح؟ تمام؟ لا يوجد ارتباط
ماذا قال صاحب وقدرة إرادة وغايرت الإرادة أمرا وعلما والرضا كما ثبت. يعني الإرادة تغاير العلم وتغاير الأمر وتغاير الرضا، وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت، هذا مغاير، لأن الله عز وجل كما قلنا يأمر ويريد. مثل ماذا؟ مثل إيمان أبي بكر، أمره بالإيمان وأراد إيمانه، تمام؟ ولا يأمر ولا يريد، مثل كفر أبي بكر. أبي بكر ما أمر، أمره بالكفر؟ لا، أمره بالكفر؟ الله يأمر بالكفر؟ تمام. وما أراد منه الكفر، لذلك آمن، تمام؟ وأراد وما أمر، مثل كفر أبي جهل أو فرعون، أراد ما أمر، وأمر وما أراد، مثل إيمان أبي جهل، أمره بالإيمان وما أراده منه. فكيف تكون الأمر هي الإرادة؟ وأحيانا يتحقق الأمر، تمام؟ ففي الأمر أيها السادة، الله لا يأمر إلا بالخير أبدا، الله لا يأمر إلا بالخير. الخير من الله وشر الأنفسنا، قل كل من عند الله. يلا أصبر. نعم سيدي، انتبه سيدي، الله عز وجل أمر الناس فقط بالإيمان والطاعة ونهاهم عن المعصية، لكن عندما يفعلون شيئا يكون بإرادة الله. كيف؟ الله عز وجل قال لهم آمنوا ثم خيرهم، فعندما يكفرون ما أمرهم ولكن حصل بإرادته. ما معنى بإرادة؟ يعني ليس جبرا عنه، بإرادة الله، ولا يوجد مشكلة. أنا أسألك سؤالا الآن، لو إنسان كفر، الله قادر أن يمنعه من الكفر؟ نعم. ما منعه؟ ما منع؟ إذن هو كفر بإرادة الله. بإرادة الله طبعا، يعني ليس عنده جرم هكذا. من؟ ما عنده جرم. كيف ما عنده؟ هو كفر بإرادته، ولكن كل ما يريده العبد لا يمكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني ما هو المقصود؟ لا تخافوا من هذه الكلمة، لو قلت كلمة غير الإرادة يمكن تكون أسهل. أخي، كل شيء يفعله الناس بإذن الله، يعني ليس جبرا عنه، لكن الله لا يريد، لا عفوا، لا يحب أن يكفروا ولا يرضى أن يكفروا، تمام؟ ولكن قال أنا لا أحب إلا أن تؤمنوا، ولا أحب إلا أن تطيعوا، ولكن أنا افعل ما شئت، لو آمنت بإرادتي ولو كفرت بإرادتي. لكن ليس هنا الإرادة يعني بدون إرادة العبد، بإرادة العبد ولكن أيضا بإرادة الله، حتى نفهم أنه لا يحصل شيء بغير إرادة، ولا يكون مجبورا، تمام؟ لذلك هذا السبب، يوجد رجل من كبار المعتزلة كان يقول كما قلت أنت، تمام؟ لكن لست أنت من المعتزلة طبعا، يعني كان يقول الخير من الله والشر لا يريده الله أبدا، أبدا لا يريده. فيقول أنا ناقشت كثير من أهل السنة ما قنعوني، ما استطاعوا، إلا إنسان مجوسي، مجوسي مجوسي كافر، ها، هو الذي ردني إلى أهل السنة، تبت إلى الله بسببه. لقيته في السفينة
فأردت أن أدعوه إلى الله، فقلت له آمن. فقال له المجوسي: الله ما أراد. فقال له: استغفر الله، الله أراد أن تؤمن لكن الشيطان ما أراد. فقال له: إذن أنا مع الإله الأقوى الشيطان، إذا الله أراد أن أؤمن والشيطان أراد أن لا أؤمن ونفذ كلام الشيطان، أنا مع الإله الأقوى، إذن الشيطان أقوى من الله. إذا كان هذا تمام بدون إذن الله، يعني الله لا يريد، يريدني أن أؤمن ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئا، أستغفر الله. فعندما يكفر الإنسان، الله قادر، الله قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء الله ما أحد يكفر، ومع ذلك الله ما أجبر أحدا على الكفر، الله أعطاهم الخيار. وإذا أردت أنت أن تمتحن أحدا يجب أن تعطيه الخيار. اسمع الآن، أنت أستاذ، لو تفعل امتحان ولا تأذن للطلاب أن يخطئوا، كلما أراد أن يخطئ الطالب صححت له، لا يوجد امتحان، ليس امتحان هذا. فامتحان الصحيح أن تأذن للطلاب أن يفعلوا الصواب والخطأ ليميز الله الخبيث من الطيب. فعندما يحصل هذا بإرادة الله لا يعني أن الله يحب الشر، لا يحبه ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه طبعا أذن به، ليس حبا به، لكن الامتحان هكذا. الله قال: اعملوا ما شئتم وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه مقصود بها التخيير يعني؟ نعم، التخيير، الإنسان مخير، لكن الله قال له: أنا خيرتك، افعل ما شئت، لك الخيار، ولكن لكل طريق نتيجة، أنت تختار الكفر، اختار الكفر، لكن آخره جهنم. ماذا قال بعد هذه الآية؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن بعد قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. انتبه، تريد أن تكفر اكفر، لكن أمامك جهنم، أنت تريد أن تشرب الماء، عندما تقرب هذا الماء من حماوته ومن حرارته يشوي الوجه، فإذا كنت تستطيع هذا اكفر. فهو هذا ظاهره تخيير وحقيقته تهديد، تهديد، مثل ما قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فاعملوا بما شئتم ليس إباحة، بالعكس هذا تخويف شديد. أنت تقول لطالب مسيء جدا، تقول: يا أخي اعمل ما شئت، سأريك أنا من العقوبات ما تشيب له الولدان. فهذا تهديد هذا. نعم، ليس المجوسي أسلم، المعتزلي هو الذي تاب إلى الله. لما قال له المعتزلي عقيدته أن الله لا يريد الشر والشيطان يريد الشر، وحصل ما يريد الشيطان، إذا حصل ما يريد الشيطان وما حصل ما يريده الله، ففكر المعتزلي قال: والله صحيح، إيه ما هذه العقيدة التي نعتقدها؟ فتاب إلى الله، فعلم أن كل شيء يحصل بإرادة الله، لأن الله لو شاء ألا يكفر لا يستطيع أحد أن يكفر. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها كما جعلنا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، نحن قادرون أن نجعل الناس لا يعصون الله ما أمرهم، قادرون. ممكن الله عز وجل يجعل الإنسان لو خطر بباله أن يعصي الله يعدم، لا يبقى، يهلك، قادر الله، لكن بإرادته شاء سبحانه وتعالى أن يتم هذا الامتحان. نعم، ما معنى وربك يخلق
طبعا من قال لك أنت لاحظ متى قال ما كان لهم الخيرة؟ عندما تكلم عن الخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. طبعا أنت ولدت طويل قصير ذكر أنثى أسود أبيض في أوروبا في آسيا في إفريقيا، في الخلق ليس لأحد أن يختار. رزقت بأولاد، ما رزقت بأولاد، رزقت بذكور، رزقت بإناث، جاءك رزق، ما جاء ما ليس لك الخيار. لاحظوا إخواننا، الله عز وجل فقط خير الإنسان في نقطة واحدة، ما هي؟ ما له علاقة بالجنة والنار فقط، فقط. لذلك لو جاء إنسان يا رب لماذا خلقتني أسود؟ لم تخلق، ليس لك الحق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أي لماذا خلقتني فقيرا؟ الله يقول أنا ما جعلت الفقراء من يعني الفقر سبب جهنم، ما جعلت السواد سبب جهنم، ما جعلت، انتبه، لو الله عز وجل خلق للنار الأغنياء وخلق للنار السود مثلا وخلق ثم خلقهم هكذا، يقولون يا رب لماذا فعلت بنا كذا. أما لاحظ ما له علاقة بالجنة والنار لك الاختيار فيه. أما نعم يوجد أشياء ما كان لهم الخيارة، لكن هذا الذي ليس لهم فيه الخيارة ما هو؟ ما ليس له علاقة بالجنة والنار. تمام، أنا خلقت يا رب لماذا خلقتني في ألمانيا، ما خلقتني في السعودية مثلا. تمام، الله عز وجل يقول أنا ليس أهل السعودية للجنة وأهل ألمانيا للنار، من قال لك هذا؟ لماذا خلقتني طويلا ولست قصيرا، أو قصيرا ولست تمام، الله ما جعل القصيرين لجهنم والطوال ليس له، لما خلقتني ذكرا وليس أنثى، الله ما جعل الذكور للجنة والإناث فربك ما كان لهم الخيارة. تمام، من حيث الخلق والأعمال أيضا ليس مخلوقا. نعم، الله عز وجل جعل الأعمال بخلق الله، ولكن بماذا تريد؟ طبعا الله خلق كل ما تحملون. نعم، الخلق، نحن نقول الخلق أصلا ما يستطيع الإنسان أن يخلق فعله، ليس من قدرة الإنسان الخالقية أبدا حتى فعله. تمام يا شيخنا، والله أنا لا أعلم هذه كيف يصنعونها، فلا أستطيع أن أخلقها، ولا هذا الجوال كيف أخلق. فأنا الآن عندما أمشي أو عندما أفكر، هل أعلم كيف يتم هذا؟ ولو جاء إنسان وقال نعم الآن الطب يعلم كيف وكذا إلى آخر، فنعلم نحن فنخلق. يا أخي ليس الأطباء يخلقون، كل الناس إذا علها كل الناس يفعل، بل الحيوانات. عند المعتزلة الحيوانات، البهائم تخلق أفعالها الاختيار. البهائم كيف يصنع المخلوق شيئا لا يعلمه كيف يكون؟ مستحيل، هذا مستحيل. تمام، فالله يخلق الفعل، ولكن خلق الله للفعل لا يعني أن الإنسان ليس له خيار. الله قضى جل جلاله، ماذا تريد أنت؟ الله يخلق، ماذا تريد؟ الله يخلق. هذا من ينكر هذا فهو ينكر الضرورة، يعني ينكر العلم الضروري، هذا لا ينكر، ينكر الحس والضرورة. لأنك عندك فعلان، فعل اضطراري وفعل اختياري. هل تستطيع أنت أن تفرق بين فعلك الاختياري والاضطراري؟ تستطيع؟
نعم قل قل لا تخاف. نعم طبعا نعم لا تخاف. إذا قلت لك تستطيع تخاف يعني تغير علمك الضروري. تسأل شكلا نحن نخاف. ممكن شرح بسيط للضروري. الآن يا حبيبي العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. تمام. فأنت الآن عندما تجوع تعلم أنك جائع؟ عندك عندما تكون موجودا أنت الآن موجود هل عندك علم بوجودك؟ هذا علم ضروري أو نظري؟ يعني تحتاج إلى استدلال تخرج الآلة الحاسبة كذا أو الكمبيوتر تفعل أنا جائع والله صح. نعم. هل هذا يحتاج؟ العلم الضروري تمام هو العلم الذي لا يحتاج إلى استدلال. بل العلم الضروري لا يملك الإنسان أن يدفعه عن نفسه، يحصل بدون إرادة العالم، يحصل بدون إرادته. يعني مثلا أنا الآن نظرت رأيت إسماعيل، لو أردت أن لا أعلم أن هذا إسماعيل أستطيع؟ لا. تمام. وضعت أنت على السبور السبورة أمامي 1+1 نظرت أنا لا أريد أن أعلم أستطيع؟ لا. بالإجبار عني سأعلم أن 1+1 = 4 عندكم. نعم 1+1 = 4. 1+1 نعم والله. طيب لا نعرف ما هو الضرب ولا الزايد ولا الناقص ولا تقسيم يعني. تمام. لكن 1+1 ما هو الزايد يعني لا نعرف. تعرف تعرف يا تاجر أنت تاجر يا شيخنا تاجر. والله لو أقول لك هذه الدولارات وهذه كم تستطيع أن تعرف بنظرة واحدة. المهم طيب المهم هذا العلم الضروري. نعم. فلو جاء إنسان يعني أنت جاي أنت موجود أنت كذا تمام. الآن العلم بأن عندك اختيار هذا ضرورة، لا يستطيع أحد أن يقول لا 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 أنا مجبور أنا ما عندي نقول أقرب دليل على أنك مختار فرق بين فعليك، عندك فعل اضطراري وفعل اختياري. الفعل الاضطراري مثل ماذا؟ مثل حركة القلب، يعني دائما القلب، هل هذا يحصل باختيارك؟ لا. تمام. عندما مثلا ترتعد ترتعش بدون إرادة هذا، هل عندما تقوم وتذهب وترجع يوجد فرق؟ يوجد فرق بين الفعل الاختياري والاضطراري؟ يوجد. من أنكر هذا تمام. ما هو الفارق؟ لا شك أن هذا الفارق أن الأول ليس لك فيه اختيار والثاني لك فيه اختيار فثبت اختيارك. تمام. فلذلك طيب عندما تريد أن تصلي أو لا تصلي هذا من الاضطرار أو الاختياري؟ تمام. كل شيء له علاقة بالتكليف والجنة والنار يكون اختياريا. فإذا نعم الله هو يخلق الفعل ولكن لك دخل في هذا الفعل ولا شك. من أنكر هذا أنكر الضرورة والحس، يكون سفسطائيا. ها من ينكر هذا أنه مختار يكون سفسطائيا. نعم. اسأل يا شيخ إسماعيل اسأل ما شئت نحن نستفيد من أسئلتك. نعم. بداية إرادة الإنسان ألا يكون بخلق الله أيضا؟ يعني كأنني أرى شيء غامض يعني ألا يكون هذا بخلق الله؟ العزم المصمم يعني. يا الله أصبر 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 على الرأس والعين. أصبر أصبر. لكن هو سأل هنا هذا السؤال له جانبان. الجانب كأني فهمت من سؤالك أن الله خلقنا مختارين. نعم. تمام. هذا ماذا يوجد مشكلة؟ أعرف أعرف أعرف. هو يسأل هل
هذا العزم بخلق الله أو ليس بخلق الله؟ هذا موضوع آخر، هذا يطول بحثه. نحن قلنا سابقا تكلمنا، لكن أنا أريد أن أتكلم عن شيء آخر الذي فهمته من سؤاله. قال أصلا الله خلقني مختارا، فهذا الاختيار بخلق الله. طبعا ماذا يضرك هذا؟ لأن الله خلق خلقين، خلق ملائكة لا اختيار لهم، وخلق خلقا له اختيار، تمام؟ وقال لك استعمل هذا الاختيار، أنت استعمل هذا الاختيار. فطبعا وهذا بالضبط إخواننا معنى قول الله. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول أنا مجبور. كيف أنا مجبور؟ لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أنا عندما أريد أن أصلي، إذا مشيئتي مرتبطة بمشيئة الله، إذن أنا عندما لا أصلي فالله ما شاء أن أصلي فما صليت، تمام؟ الحقيقة هذا الكلام صحيح من وجه، لكن معنى الآية لها معنى آخر. ما هو؟ وما تشاءون أي ما كنتم في الأصل أصحاب مشيئة إلا بمشيئة الله. يعني كان الله ممكن أن يخلقكم كالملائكة لا مشيئة لكم، فكونكم أصحاب مشيئة هذا بمشيئة الله. لا يفهم الإنسان أن والله أنا أريد أن أصلي لكن ما تشاءون إلا أن يشاء، أنا لا يمكن أن أختار إلا إذا خلق الله الاختيار فأنا أختار، فأنا مجبور إذن. الحقيقة يجب أن نفهم هذه الآية بالمعنى الذي قلته لك. ما كنتم لتكونوا أصحاب مشيئة لولا أن الله شاء أن يجعلكم أصحاب مشيئة، وإلا كان الله قادرا أن يجعلكم كالملائكة لا مشيئة لهم. فأنتم يعني أنت ليس ذاتيا، أنت مخلوق ذاتي تستحق أن تكون صاحب مشيئة، لا، أنت صاحب مشيئة بجعل جاعل، أنت صاحب مشيئة بإرادة الله شاء أن تكون صاحب مشيئة. هذا معنى وما تشاءون أي ما كنتم أصحاب مشيئة أصلا إلا لأن الله شاء أن تكونوا كذلك. إذا فهم هذا يزول الإشكال. نعم. لا 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 لا، الكائنات الكائنات لعل الله عز وجل، يعني هو في الآيات الأخرى، احفظ هذه الآية، نذكر الآيات الأخرى، الله عز وجل بين أن جميع الخلائق تطيع الله لا تعصي الله، لأن الله عز وجل قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا أول شيء. الشيء الثاني في آية أخرى بيّن الله أن كل الخلائق يطيع بدون إرادة، ليس له إرادة، يطيع، كله يطيع إلا الإنسان بإرادة يطيع. قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. انظر إلى هنا كله، ليس بعضه يطيع بعضه لا يطيع. لما وصل إلى الإنسان قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. لماذا؟ كل الكائنات تطيع إلا الإنسان، بعضه يطيع بعضه لا يطيع، لأن الله عز وجل جعل الإنسان يطيع بالاختيار. والجن طبعا، والجن يدخلون تغليبا، يدخلون تغليبا، لأن المقصود هنا المكلف، فالمكلف بعضه يطيع بعضه لا يطيع. وطبعا هذا تكريم للإنسان، والله هذا تكريم للإنسان. الله ما شاء أن يجعلنا كالجمادات،
كان الله قادر أن يجعلنا كالجمادات نطيع بدون اختيار، لكن طيب هذا أليس أرحم لنا؟ أرحم لنا، لكن ما شاء الله ذلك، ما شاء، شاء أن يخلق جنسا مختارا ويكلم، شاء هكذا، لا أحد يقول له لما أردت هذا، لكن هذا تكريم للإنسان. الإنسان انظر، الحيوان يربط هنا له حبل ويجر، أما الإنسان يقاد من هنا من قناعته، من هنا يقاد الإنسان وليس من هنا يسحب بالحبل. هذا تكريم، هذا تكريم. ولذلك جعل الله إيمانك بالغيب، يجب أن يكون إيمانا تكريم لك هذا. لماذا؟ لأن لو جئت بأي حيوان، بأي حيوان وأريته النار، قلت له أدخل إلى النار، تمام، لا يدخل، الحمار لا يدخل في النار. فأراد الله عز وجل منك أن تكون أعظم من هذا، أن تؤمن بالنار بعقلك ليس بعينك، أن تؤمن بالجنة والنار. لاحظ الحيوان ضع أمامه طعام شراب مما يحب يأتي، ضع أمامه نار يخاف، لا يفعل، تمام. أما الله عز وجل أرادك، أرادك ليس هكذا. لماذا طلب منا الله الإيمان بالغيب؟ تكريما لنا، أنت عندك عقل تستطيع أن تعرف الله وأن تعرف رسول الله وأن تعرف الجنة والنار بعقلك، هذا تكريم. أنت فوق هذه درجة أن لا يؤمن إلا بما يرى، ولذلك حجب الله عنا كل مظهر من مظاهر الآخرة. يعني القبر أول منزلة من منازل الآخرة، حجب الله عنا كيف يعذب وكيف ينعم، لا نرى. من أجل ماذا؟ حتى لا يكون إيماننا إيمان عيان. هذا تكريم، الذين يؤمنون بالغيب. طيب لماذا يا رب نؤمن؟ يا رب أرنا الجنة وخلص، والله كلنا نستقيم ولا أحد يأكذ. ما خلقتك لهذا؟ إيه؟ بعض الموحدين يقولون أنا كنت عدما وما أصبحت موجودا بإرادتي، يعني مثل ما قال عمر الخيام، لبست ثوب العيش لم أستشر، ما الله ما استشارني. نعم كما قلت، يعني ممكن أنا بعد موتي سأكون من أهل الجنة عياذا بالله، يعني ما ذنب لي؟ يعني لماذا؟ نعم ممكن بإرادتي أنا في الدنيا يعني كفرت، ولكن إن لم يخلق الله لي يعني ما كنت أكفر يعني. تمام، هذا الذي سأل عنه وقلنا لا يسأل عما يفعل. هذا 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 الحمى حمى الله. لو يوجد لا يا سيدي، لو يوجد مملوك من المملوكين يقول لله لماذا فعلت كذا، ليس إله، ليس إلها. إذا كان ثم هذا السؤال سؤال الأغبياء، يقول نعم أنا لماذا خلقني الله عز وجل. مثل هذا إنسان قلت لكم، يمكن هذا الإنسان أصلا يسأل لماذا الله أصلا إذا لا يحتاجنا لماذا خلقنا، ويعلم أن كثيرا منا سيذهب إلى جهنم. هذا مثل إنسان قلت لكم هو لا يريد أن يدرس ويجتهد، فيحاسب الدولة لما يخرج نتيجته في آخر السنة راسبا ويطردونه من الجنة، يقول لماذا الدولة تنشئ جامعات ومدارس؟ يا أخي ألا يعلمون أني أنا لا أحب المدرسة؟ هل هذا سؤاله مقبول للدولة؟ هل لو قال لوزير التعليم لماذا تنشئون مدارس وتعذبوننا؟ ألا تعلمون أني أنا لا أحب التعليم؟ نعم أنا صح أنا قصرت، لكن يا أخي أنا لا أريد، تجبرونني على الدراسة، من أنتم؟ إذا كان هذا للمخلوق لا يقال، كيف يقال لله؟
لماذا تسأل الله؟ لماذا لا تحاسب نفسك أيها الإنسان وتقول أنت لماذا أنكرت؟ تعرف هذا الإنسان يا شيخ يوسف حتى يدخل الجنة ماذا مطلوب منه؟ تعرف ماذا مطلوب منه؟ هذا الإنسان المعاند، تعرف ماذا مطلوب منه؟ أنا مطلوب منك يا شيخ يوسف فقط أن تقول هذه كأس، قل كأس وستدخل الجنة. أنت تنظر وتعلم أنها كأس وتشرب بها وكذا، لا ليست كأس، ثم تقول لماذا أدخلوني جهنم؟ والله هكذا مطلوب من الإنسان. الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هذا الخلق يحتاج إلى خالق، ثم صور الله لك عقلا يقر بهذا يقبل بهذا. يعني هذا القلم أهداني الشيخ عبد السلام محمد. الشيخ محمد، نعم إيه أهداني هذا القلم. طيب أنا، أنت يا شيخ الإسلام، أنت تقبل أن يكون هذا بدون صانع؟ يعني هذا ليس له صانع؟ تقبل؟ مستحيل. طيب هذا أعظم أو هذا الجسم أعظم؟ فقط يا جل، نحن نقول لهذا الإنسان يا ما مطلوب منك شيء، فقط اعترف أن لك خالقا أكثر من، وأدخل الجنة. العالمين أخذ من ظهر بني آدم إيه؟ قال هؤلاء في الجنة ولا أولئك إيه؟ قال هؤلاء في النار ولا أولئك. فسألت الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم قالوا ولم العمل يا رسول الله؟ نعم. إيش كان الجواب؟ على رأسي يقول شيخ الإسلام، ما اسمك؟ إيه؟ منذر. أهلا وسهلا بالشيخ منذر. صديق. ها؟ منذر تعال إلى هنا والله. صديقة؟ تعال 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 اجلس هنا ببلاش، تعال. كيف ترتاح؟ اجلس احسنت. ايه خيرا عافاك الله. يسأل اخونا، الله لما خلق الناس منذ ذلك الزمان الله قال هؤلاء قبل أن يولدوا وقبل أن يعملوا أي عمل، الله قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، انتهى الأمر قبل أن نولد وقبل أن. أنا أقول لك يا أستاذ منذر الأمر أكبر من هذا، بل من الأزل الله قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، تمام. لكن الله عز وجل عندما يقدر ويكتب يكتب بحسب ماذا؟ بحسب علمه. فالله عز وجل من الأزل يعلم أن فرعون سيولد وسيخير وسيرسل له نبيان يدعوانه إلى الله ويبينان ويتلطفان و ثم هو بإرادته، فرعون ها بإرادته ينكر ثم ينكر ويقول أنا ربكم الأعلى. هذا علم الله في الأزل أنه بإرادته سيفعل هذا، تمام. فالله في الأزل قال فرعون في جهنم، ليس الله لا يعلم ماذا سيفعل فرعون ثم قال هاك. فعلم فهمت مولانا؟ فالله عز وجل كتب في الأزل هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة بناء على علمه ماذا سيختارون هم بإرادتهم، فلا يوجد مشكلة أبدا أبدا. مفهوم إخواننا؟ نعم. تمام. فإذا عارضناها بالآيات الأخرى فكأن هذه الآيات الأخرى تدل أن هذا العرض يعني صوري، تمام، يعني ليس عرضا، لأن إذا كانت لاختيار لها إذا كانت لاختيار لها فالعرض. والمقصود أن ما حمل أن يخبر والله أعلم طبعا، إلا إذا جعل الله
استثنى هذا الأمر وجعل فيها إرادة وخيرها فهذا أيضا ممكن عقلا، ممكن، والله أعلم. لكن المراد أن بهذه الآية لا يوجد خبر الله يخبره إلا، ليس المقصود الخبر فقط، يعني عندما يخبرنا الله ثمود حصل لهم كذا وفرعون، ألا يوجد هدف من هذا؟ لقد كان في قصصهم عبرة. نعم، الغاية أن يخبرك أيها الإنسان أن الأمانة والتكليف ليس أمرا سهلا. الجبال كم هي قوية، والأرض والسماوات أشفقت من حملها. هذا قد يكون حقيقيا وقد يكون عرضا صوريا، تمام، والله أعلم. لكن عرض الله لا شك، عرض الله لا ننكر، حاشا. نعم، والله أعلم بكيفية هذا العرض، ولكن ليس الغاية منه أن نعلم كيف عرض وهل هي كانت مختارة أو هذا ليس الغرض من القصة. القصة أن نعلم مدى هذه الأمانة، تمام. طيب لماذا الله يريد أن نعلم كبر هذه الأمانة؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه معاذ بن جبل؟ هنا 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 السر. جاء معاذ قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت يدخلني إلى الجنة ويبعدني عن النار. جيد، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد سألت عن عظيم هذا الأمر. لكن انظر إلى الكلمة التي بعدها، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن ماذا يريد الله؟ أمانتكم أمانة عظيمة لا يمكن أن تصلوا إليها إلا بالتذلل والطلب من الله أن ييسر لنا ذلك. كن عبدا، لا مهما كنت طائعا وعابدا، بلحظة الله يسلب منا كل شيء. كن مؤدبا، اطلب من الله، كن دائما جالسا على بساط العبودية لله، كن دائما لا شيء، لا تقل أنا شيء. والله يا إخواننا الأنبياء يوم القيامة يخافون من الله عز وجل، يخافون. كل إنسان يسأل يقول نفسي. فالأمر الله يريد منا الأدب. هذا الجبال لا تستطيع أن تحمل الأمانة وأنت حملتها. إذن تريد أن تكمل وتصل إلى الجنة، كن على بساط الأدب، اطلب من الله أن يعينك. نحن بدون معونة الله لا شيء. سيد بس قال وأشفقنا منها، خفنا منها، وأشفقنا منها، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيه جيد، ماذا يخالف هذا الكلام؟ يعني الأماني ما حملت الجبال، رب العالمين نزل أشفق على الإنسان شفق. لا أشفقنا منها، الجبال أشفقت منها، فأشفقنا. إياك سيدي، هذه النون ليست لله، هذه النون للجبال والسماوات والأرض، ليس فأشفقنا. ها سيدنا انتبه، فأشفقنا مو فأشفقنا الله عز وجل، هذه نا ليست لله، انتبه، فأشفقنا يعني الله عمول فأشفقنا نحن، يعني رحمنا الإنسان فحملناها للإنسان رحمة به. لا يا حبيبي، الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا. هذه النون للجبال وأشفقنا، نون النسوة، تستعمل نون النسوة للنسوة وللجماد ولأمور أخرى. الآن النساء ستعترض علينا، نعم ما في مشكلة، تمام. فهذه أشفقنا، ليس الله يقول أشفقنا هو يعني رحمنا الإنسان، لا 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 لا، الجبال خافت والسماوات خافت من هذه، يعني أمر الله أكبر. لأن الله إذا حمل الأمانة وما حملها يعذب في جهنم، والله السماوات تخاف من جهنم، يعني شيء خطير هذا الأمر. خفنا، الله يكلفنا في شيء ولا نقوم به، شيء خطير.
لكن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا ظلوم؟ جهول، ما عرف قيمة هذه الأمانة، يظلم نفسه، لا يظلم الله. يعني الإنسان الآن انظر يا سيدي، الله يديم مجالس العلم علينا يا إخواننا، إيه والله ذا يذك. انظر نحن طبعا غافلون، مثلنا مثل غير، لكن انظر الآن الذين لا يتعلمون أبدا، يمشون في الطرقات، يكفرون، يتعرون، يمكن يزنون، يمكن يشربون، ما أحد يقيم لله وزنا. إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد من العلم سيدي، لا بد من العلم، ثم لا بد من العلم، ثم لا بد من العلم. الإنسان يقول أحد الأولياء اسمه فتح الموصلي، يقول أليس الجسد إذا منعت عنه الطعام والشراب 3 أيام يموت؟ القلب إذا منعت عنه الذكر والعلم 3 أيام يموت. لماذا الله جعل خطبة الجمعة إجبارية كل أسبوع؟ حتى لا يموت القلب، حتى يذكر. كيف الناس الذين كل سنة لا يدخلون إلى مسجد، لا يعرفون الله، لا يسمعون كلمة، دائما مع الشيطان، دائما مع اللهود. لذلك واجبنا كبير إخواننا في التذكير وفي التعليم، أن نتعلم وأن نعلم، والله واجبنا كبير. طيب سنقف في مكان جيد. نعم، إذن ماذا قال؟ إذا أحد عنده سؤال 10 دقائق نجيب، سننهي الدرس الآن. قال وإنما حمل على ذلك، يعني ما أولناه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، لأنه لو أراد أن يعبدوه لابد أن يعبد، لكن ما عبدوه. إذن نحن أولنا الآية وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم، والأمر حصل، من شاء فعل ومن شاء فهذا الأمر بإرادته، نعم باختياره، لئلا يلزم الخلف في خبر الله، لأنه لو كان المعنى إلا ليعبدوني فعلا ما عبدوا، يلزم استغفر الله الكذب. نعم، لأننا نعلم أنهم ما عبدوه بأسرهم، ما عبدوه جميعا. نعم سيدي، الآن أظن يعني مضى ساعة، إذا أحد عنده سؤال فليسأل. سنقف هنا، رازق بلا مؤنة، إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. أنت أسئلتك صعبة يا شيخ فاروق. نعم، قلنا للملائكة ليس لهم اختيار ولذا هم مجبورون، صح؟ جبريل كان يخاف بعض الشيطان حتى جاء بالآية نزل به الروح الأمين، لماذا هذا الخوف؟ لأنه يعرف أن الله فعال لما يريد، الله عز وجل لأنه فعال ما، حتى غير المكلف لو أراد أن يجمع جميع الخلائق ويضعها في جهنم ما ما ما, ما أحد، لأنه يعرف قدر الله، الله فعال ما يريد. الله أكبر. ولو غير مكلف هو، لكن الله عز وجل فعال ما يريد. فالله يحب، لأن الله عز وجل رب، نعم، فيحب من عبده أن يكون متحققا بالعبودية. لاحظ النبي كان يخاف من الله، أنا سؤالك عن الملائكة. طيب هل الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعد أن يغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعلم أنه خلاص انتهى، كان يخاف؟ هذا مثل هذا، هذا الخوف من عظمة الله. لا شك إنما يخشى الله العلماء. كلما زاد وكلما جهل الإنسان بربه قل خوفه من الله. ثم غشت قلوبهم
قلوبكم من بعد ذلك كيف الحجاب. سيدي سيدي تجد الآن الجاهل يسب الله، والأنبياء يخافون أن يغفلوا عن ذكر الله طرفة عين. انظر بين المقامين. النبي عندما كان يدخل إلى الخلاء يخرج يستغفر الله لأنه ربما ما ذكر الله فيه، مع أنه في الإجبار أن لا يذكر الله هناك، ومع ذلك يمكن ترك الذكر، كان يقول غفرانك. وإنسان مقصر مع الله ولا ويسب ولا يخاف، ما 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 في شيء، جهل. نعم سيدي. الله خلق الأرواح ثم دخلوا فريقا في الجنة فريقا في النار، يعني بينما قال ألست ربكم قالوا بلى، يعني هل هذا يعني كان يعني من قبل يعني دخلوا من قبل في الجنة أو في النار؟ نعم أن يخلق الله المخلوقات يعني دخلوا في الجنة أو في النار؟ بعد السؤال قالوا قال ألست ربكم قالوا بلى فدخلوا فريقا في الجنة فريقا في النار، يعني كان يعني يسألوا الله يعني هذا. الله عز وجل أوجد طبعا ليس من آدم الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فأكثر العلماء معنى هذه الآية أن الله ما أخذ الأرواح والذرية من آدم، وإنما أخذها من بني آدم، ولكن كما قال الإمام الغنيمي في أسرع وقت. كيف؟ يعني أخذ من آدم أولاده، ومن أولاد آدم أولادهم، ومن أولادهم أولادهم، ومن أولادهم يعني حتى أخذك يا شيخ من أبيك، وأخذ أولادك الآن منك، وأخذ الآن أولاد أو الذين سيأتوا، وهكذا إلى يوم القيامة أخذهم. سيدي يوجد خلاف هل أرواحهم؟ الآن سأقول. إلى يوم القيامة أخرج المخلوقات كلها، يعني كم الآن يوجد 7 مليار وكان يوجد مليارات، يعني مثلا لنقل الإنسان والجن مثلا سيوجد 100 مليار، أخذهم كلهم وبالترتيب، بالترتيب ليس من شخص واحد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، تمام؟ فكل ذرية وجدت وبهذا الترتيب الذي سيوجد الآن، يعني أنا أخذ أبي من جدي، وأخذني من أبي، وأخذ ابني مني، وهكذا بهذا الترتيب. لكن هذا تم في أسرع وقت، يعني يمكن هذا كله في لحظة، كله في لحظة. نعم. لكن ماذا أخذ؟ بعض العلماء قال أخذ الروح وخاطبها فقط، وبعض العلماء قال بل أخذ الروح ووضعها في جسد إلى حد ما يدرك السؤال والجواب. قالوا بلى ثم رجع كل شيء إلى مكانه، لا يوجد لا جنة ولا نار. إخواننا لا أحد يدخل الجنة والنار جزاء عقوبة أو ثوابا قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة لا يوجد أحد إلا آدم دخل الجنة، لكن ما دخلها مكافأة، دخلها امتحانا. الجنة كثواب والنار كعقاب لا أحد يدخلها قبل يوم القيامة. وكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أنه رأى كذا وأنه رأى كذا، وهذه كلها صور مستقبلية ستكون، مثل لما النبي يقول يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، سمعت كذا، سمعتك في الجنة، رأيت كذا في الجنة، كذا رأيت امرأة في النار تفعل كذا وكذا، رأيت عمرا بن لحي أزرق أسود يجر قصبه في النار وهو أول من بدل دين إبراهيم وأدخل الأصل، رأيت في يجر قصبه في النار، هذا كله عمر ابن لحي الآن ما دخل إلى النار، سيدخل إلى النار. هذه كلها صور مستقبل. لماذا لا يوجد أسوأ من فرعون ومع ذلك فرعون ليس في النار الآن؟ النار يعرضون عليها غدوة وعشية،
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا يوجد أحد في الجنة ولا في النار إلا بعد الحساب. الإسراء والمعراج قدم الزمان. لا يحتاج أن يقدم الزمان، الله عز وجل يريك صور، الله قادر أن يخلق مثل هذه الصور في كل وقت. تمام؟ هل قال الله تعالى إذا أراد أن يقول إذا أراد اللفظ كن أم لا يقول هذا؟ هذا خلاف بين العلماء، بدليل أن لو كان الكون مسببا عن كن كان يجب أن يأتي الفعل منصوبا بعد فاء السببية. نحن قراءتنا كن فيكون، لو كان كن فيكون يكون هكذا. انتبهوا، لو كان التكوين مسببا عن كن كان يجب الآية أن تقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قراءتنا فيكون، لو كان كن فيكون فأن يكون فتكون، لكن قراءتنا بالرفع نحن. فلذلك ليس التكوين مسبب عن كن، وإن طبعا يوجد قراءة أيضا متواترة كن فيكون، ولذلك الأمر فيه خلاف. جاز أن يكون الله يقول كن، تمام، لكن ليس لفظا، في نفسه يقول كن سبحانه وتعالى، هو دائما قائل كن، من الأزل قال كن، فكان في الوقت الذي يريد. إما يكون هذا مكونا عن كن، وإما يكون هذا كناية عن نفوذ إرادته سبحانه وتعالى، إذا توجهت إرادته إلى شيء كان بدون كن، وإنما هو تعبير عن نفوذ إرادة الله وليس فيه كن ولا غير ذلك. فالأمر محتمل. المعتزلة في آية أخذ ربكم من بيت آدم هذا يقول هذا صوري، هذا صوري، ما الذي يمنع؟ يعني يوجد في قطع الإنسان جيد ربكم قالوا بل هذا يوجد في فطرته. تمام، خذوا هذه القاعدة إخواننا. مثلاً نحن قلنا أستاذ إن عرضنا الأمانة يمكن أنه سوريا، يعني فما الفرق؟ ها أحسن، أنت شيخ الإسلام الآن، أنت بهذا السؤال أنت شيخ الإسلام. تعرف لماذا قلنا يحتمل؟ لأن الآيات الأخرى دلت على، لماذا ذكرت آيتين أخرين أنا؟ لأن الآيات الأخرى تدل على أن المخلوقات الأخرى لا إرادة لها، وإنما تطيع الله ولا تعصيه أبدا. فلذلك لما قال عرضنا، هل يوجد عرض حقيقي؟ هذه الآية تخالفه. لذلك قلت يحتمل أن يكون استثناء خلق فيها إرادة ثم، تمام، ويحتمل أن يكون صوريا على الأصل لأنه لا إرادة لها. فعندما يوجد تعارض في الظاهر لا يوجد تعارض، فنقول يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما إذا لا يوجد تعارض، تمام، لا يوجد ما يعارض، دائما نحمل على الحقيقة. أحسن، مثل ماذا الآن نحن عندما نقول، يقولون نقول الجنة الآن والنار موجودتان، صح؟ لماذا أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، أعدت فعل ماضي. يقولون أيضا المعتزلة ونفخ في الصور، وهذا ما حصل، فهذا مثل هذا، هذا أيضا ما حصل. انتبه، نحن لا يجوز والله بمزاجنا نقول هذا على الحقيقة وهذا مؤول، هذا باعتبار ما سيكون. لا، نحن نفخ في الصور قلنا هذا باعتبار ما يكون. لماذا؟ لأن الحقيقة غير واقعة، لأن الحقيقة لا تمكن. أما أعدت من الآن، أعدت الجنة، ما هو المانع؟ لا يوجد مانع. فالأصل، وإلا لو كل كلام يجوز فيه الاحتمالات لا تثبت شريعة أبدا، لا تثبت شريعة أبدا. أقيم الصلاة، يحتمل أن يكون أقيم الصلاة في الجنة ليس في الدنيا. إذا كل شيء سنقول لا يجوز،
كل كلام يحمل على الحقيقة إلا إذا تعذرت الحقيقة. هذه قواعد أصولية. لذلك كان بفضل الله ديننا منضبطا، لا يوجد تلاعب. فهمت مولانا؟ فأنا هنا قلت خلق حقيقة لأنه لا مانع. أما هناك عرضنا الأمانة، هل الأمانة الله لو قال احملي كذا ترفض، مع أنه قال لها طوعا أو قالت طوعا أنا طائعة دائما، فكيف يأمرها ثم تقول لا 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 أريد؟ فهنا يوجد آيات. فلذلك لا بد ذلك يا إخواننا. أنا والله لست يعني شيئا، لا أقول أكثر من ذلك، ومع ذلك كثير من الناس يتجرؤون في الفتوى والكلام وكذا، وهم يأخذون كل الدين من آية واحدة أو من حديث واحد. لا لا، الإنسان عندما يريد أن يفتي فتوى يجب أن يكون عالما، إما يسلم أنه مقلد ويأخذ ماذا قال الشافعي وأبو حنيفة، وإما يجب أن يكون عالما بكل المسألة، بكل نصوص المسألة، ثم بعد ذلك يجيب. أما لو أخذت طرفا واحدا تمام، فنحن الآن لأننا طلاب علم صغار، أنا ماذا يقول الغزالي والجويني والرازي وعلماء الأمة؟ هذا الذي نتبعه نحن، هذا الذي نتبعه نحن. ماذا تقول الأمة؟ الأئمة في الشريعة هم في العقيدة الأشاعرة والماتريدية، هذه هي الأمة. وفي الفقه أبو حنيفة والشافعي ومالك والإمام، هذا هو ديننا نحن. فنحن ما عندنا قدرة على الاجتهاد، ولذلك نحن نأخذ ما أجمعت عليه الأمة ونتعلم ماذا قالوا ونجيب عن الشبه كما قالوهم. تمام مولانا؟ بارك الله بكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.